السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في أحد برامج بنتلي اليوم. ار تي ديزاينر هو ده سهل جدا الاستخدام، بتاخد الشغل من أي برنامج من البرامج زي ما شفنا مع بعض، زي اوبن رود أو اوبن ديزاين اوبن بيلدينج. طيب، وبعد كده بندخل على البرنامج وبيبقى سهل جدا إن أنت تتحرك، ممكن من خلال الأسهم نفسك تتحرك بالشكل دوت، ممكن من خلال ان انت تدوس على البقرة وتبدأ تلف بشكل دوت، او تبدأ تعمل زوم من خلال البقرة اللي في النص بشكل دوت. ممكن تقول تاب فيبدأ يخفي لك القوائم اللي في الجنب ديت، ممكن تدوس F1 فيبدأ يجيب لك الاختصارات اللي انت عايزها، زي مثلا F2 يعمل لك الانيميشن. تمام، بحيث ايه كأنك انت موجود في الطريق. يبدأ يقول لك مثلا F3 ووك ثرو، ريتيرن تو ستارت اللي هي الهوم، الاكزيت، كل زراير تقدر تجرب نستخدمها. شو كنترول اللي هو اللي تحت دوت. طيب هقول له كلوز وادوس تاب عشان تظهر لي القايمة ديت، واقول له مثلا انت عايز تاخد صورة، فتقول له انا عايز اخد صورة وسيفها عنده على الجهاز بالشكل دوت، سيف الصورة. طيب ممكن اقول له ان انا عايز اعمل فيديو، فبيقول لي بقى اختار اللقطات. تمام، ممكن تبدأ تاخد مثلا لقطة زي كده وتبدأ تعمل زوم، ماشي، وتاخد لقطة كمان وتلف كده وتبدأ تاخد لقطة كمان بالشكل دوت، واقول له ابدأ اعمل لي الفيديو، فيبدأ بكل سهولة يتحرك للمكان اللي احنا عايزينه بالشكل دوت.